وإلى أخبار الألعاب الأخرى، قال كابتن عاصم حمادة المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بأن رجال يد الأهلي أن هذا الموسم الحالي يشهد ضغوطا كبيرة نظرا لارتباط الفريق بالمنافسة على أكثر من بطولة ما بين الدوري والكاس وبطولة السوبر الإفريقي وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس. وأضاف حماد إلى أن هناك ضغوطا بدنية وعصبية في ظل المنافسة على كل البطولات التي يشارك بها الفريق، مشيرا إلى أن ضغط جدول الدوري وتلاحم المباريات يسبب العديد من الإصابات. وأشار حماد إلى أن الأندية التي تنافس على البطولات تعاني بشدة وتعتبر الأكثر تضررا من ضغط المباريات، وأن الجهاز الفني يتعامل مع الأمر الواقع ويعمل على تجهيز البدائل. قام طارق خيري المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي بإلقاء محاضرات مكثفة للاعبين في معسكر الإعداد المغلق الذي دخله الفريق أمس الأربعاء ويستمر لنهاية اليوم الخميس. ويستعد الأهلي لمواجهة الترام غدا الجمعة ثم مواجهة الشرقية للدخان السبت المقبل قبل أن يلتقي الفريق مع الزمالك يوم الاثنين ثم يواجه سموحة يوم الثلاثاء. وأشار خيري إلى أنه سوف يهتم بالنواحي الخططية إلى جانب النواحي البدنية للوصول باللاعبين إلى أفضل مستوى قبل المباريات القادمة. خضع عبد الحليم عبو لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي لتدريبات تأهيل بدني بعد شكوى من آلام في الركبة ناتجة عن وجود ارتشاح بسيط نتيجة المشاركة في المباريات الأخيرة. وحرص الجهاز الطبي على منح اللاعب تدريبات علاجية لتجهيزه للمباريات المقبلة في بطولة الدوري، حيث واجه الأهلي فريق 6 أكتوبر اليوم بالإسكندرية فيما يواجه فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة. يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي مبارياته الودية الأولى يوم الخميس في مدينة ماريبور بسلوفينيا في إطار معسكره المغلق الذي يأتي استعدادا لمنافسات بطولة إفريقيا التي ينظمها النادي الأهلي خلال الفترة من 4 إلى 16 من مارس المقبل. وكان الفريق تحت قيادة حمدي الصافي استقر على خوض 4 مباريات ودية خلال المعسكر، وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى سلوفينيا الثلاثاء الماضي وتخوض تدريباتها بإحدى الصالات الكبرى التي تتواجد داخل فندق الإقامة الذي يمكث فيه الفريق. تخوض فريق كرة الماء بالنادي الأهلي مواليد 2002 مباراة مهمة اليوم الخميس أمام فريق سبورتينج في إطار بطولة دوري الجمهورية على حمام السباحة بالنادي الجزيرة في 10 مساء. ويدخل الأهلي اللقاء في المركز الثالث برصيد 9 نقاط جمعهما من 6 مباريات وله مباراة مؤجلة. ويسعى الجهاز الفني بقيادة أحمد أسامة إلى الفوز نحو صدارة جدول ترتيب البطولة.